أن نكون مظلومين خير من أن نكون ظالمين. والذين يفضلون الشهادة على أن يكونوا قتلة هم نحن رجال الكاي ونساؤها الصابرات. أعلم أن جرحنا عميق. أنا فقدت إخوتي، وأنتن فقدتن أولادكن وفقدتن أزواجكن. ما يريدونه منا هو شيء يؤثر علينا، ولكن نحن إلى جانب الصلح. لا نريد سفك دماء المسلمين، ولا نريد أن نكسب عدوا جديدا لنا. وأخبرت بأن أعرض عليكم الدية من أورال مقابل شهدائنا. أنا فقدت زوجي وليس ذهبي سيد أرطغرل. أي ذهب يمكنه أن يحضر لي زوجي؟ لم يقل أحد بأن الذهب هو مقابل لشجاعتك، وزوجك استشهد في طريق الحق. كلهم استشهدوا من أجل الصلح ومن أجل سلامة قبيلتنا. دياتنا ليست الذهب بل الصلح، ونحن الآن سوف نقبل من أجل تأسيس الصلح فقط. سيد أرطغرل، لماذا سنسامح من يظلموننا؟ جميعكم تعلمون أن رسولنا رشق بالحجارة في الطائف وتعرض للظلم، ولكنه وبالتفكير في السلام فقد طلب العفو لهم من الله. بإمكاننا أن نهاجم تشافدار ولن نترك فيها حجراً على حجر ولا حتى رأساً على كتف، لكن لا نستطيع أن نجعلهم يدفعون ما فعله أوران. لكن سيد أرطغرل، ماذا إن استمر الوضع هكذا؟ تفضلوا. سيدة عائشة، إن حدث هذا فسيأتي الحساب وسنخرج قوتنا. حينها سوف نمتطي خيولنا وسنخرج أسلحتنا وسنغرزها في رقاب كل من تجرأ علينا. لكن الآن وقت الصلح. سيدي، نحن نعرفك ونثق بكلامك، ولأجل قبيلتنا سنقف خلف قرارك. ما قاله أرطغرل أوقف الدم بجوارح أمي. ابنتي، أورال آذى أرطغرل وابنه أيضاً، أليس كذلك؟ وهذا القرار مثلك يؤثر عليه هو أيضاً، لكنه لا يرضى أن يسفك المزيد من دماء القبيلتين. أمي، هذا الرجل قد قتل محاربينا، أسنتحد مع من أطلق ساماً على جوندوز؟ حتى أخته قد أرسلها أورال هذا إلى الموت بيديه. ماذا إن أصبح سيداً لقبيلة تشافدار؟ ماذا سنفعل ذاك الوقت؟ حليمة، متى كانت النساء تحاسب أزواجهن على أوامرهم؟ متى؟ العمل لمن يعرفه ولمن يتقلده. أرطغرل سوف يترك أورال حراً كي يصبح عليار سيدهم، فأزيلي من رأسك هذه الوساوس. حتى من استشهد أزواجهن قبلوا بأمره، فلا تفعلي هذا حليمة، عودي لرشدك.